السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: الجفاف والتصحر يعصفان بالعراق. مشاهدينا الكرام، يرجى من حضراتكم المشاركة من خلال أرقام هواتفنا للإجابة على تساؤلات الحلقة، وأيضا لإبداء آرائكم بشأن الأسباب التي قادت إلى جفاف البحيرات والأنهار والأهوار في العراق وإلى تصحر الأراضي الزراعية. ننتظر مشاركاتكم. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في الحلقة السابقة، سيكون هذا نظام عمل جديد في برنامج منبر الرافدين، فقرة جديدة تضاف وهي فقرة وسم أو هاشتاج الأسبوع. الوسم لهذا الأسبوع هو عطش العراق. أرجو من حضراتكم التفاعل مع هذا الوسم في موقع تويتر لتصل هذه الرسالة إلى العالم أن العراق يموت عطشاً اليوم. يرجى منكم نشر هذا الوسم مع إضافة تعليق منكم بشأن رأيكم فيما يحدث في العراق بقضية الجفاف وتصحر الأراضي الزراعية. الآن مشاهدينا، دعونا نتابع هذا التقرير الذي يتحدث عن المشاكل التي يعيشها العراق في ملفي الجفاف والتصحر، ثم نعود. يروي المؤرخون أن الإغريق أطلقوا تسمية ميزوبوتامايا على العراق القديم نسبة إلى نهري دجلة والفرات، وميزوبوتامايا تعني بلاد الرافدين وبلاد ما بين النهرين ووادي الرافدين كذلك. ولو كان الإغريقيون يعلمون أن هذه الأرض ستصبح في يوم ما الأرض العطشة في زمن أحزاب السلطة التي حكمت بعد الاحتلال، لما وصفوها ببلاد النهرين. يمثل نهرا دجلة والفرات الرئة المحركة للحياة في العراق بكل أشكالها، وتعتبر الزراعة من أهم العناصر الأساسية الواجب تسخير المياه لها لديمومة الحياة في العراق، حيث إن قلة المياه وغياب المشاريع التنموية ورفع اليد عن دعم الفلاح بعد الاحتلال قاد إلى هجرة الأراضي الزراعية وإصابة أكثر من 70% من الأراضي العراقية بالتصحر، وفق تصريح مدير قسم التخطيط في دائرة الغابات ومكافحة التصحر المهندس الزراعي سرمت كامل لوكالة فرانس بريس. أسباب كثيرة قادت إلى جفاف الأنهار والروافد والبحيرات والأهوار في العراق، وفاقم هذا الجفاف من أزمة التصحر، ولكن من يتحمل مسؤولية تدهور حال هذا الملف الخطير؟ وكيف يمكن معالجة الكارثة البيئية الحالية باستخدام الأدوات المتاحة؟ وهل يمكن تحقيق هذه الخطط أو المشاريع في ظل وجود هذه الأحزاب في السلطة؟ أسئلة كثيرة يطرحها العراقيون وتبقى أجوبتها معلقة طالما بقي الفساد والمصالح الضيقة تحكم العراق. 300 يوم مغبر في العام هي توقعات وزارة البيئة الحالية في العراق، والسبب هو غياب المساحات الخضراء والأحزمة حول المدن وداخلها، ما قاد إلى هشاشة التربة والتي تسبب بدورها هذه الأتربة والغبار المستمرة، والذي سيرتفع عدد أيامه طالما غابت المعالجة. فبحسب وزارة الزراعة الحالية، فإن العراق يحتاج إلى 15 مليار شجرة لمعالجة أزمة التصحر والعواصف الترابية. لكن يا ترى كيف يمكن تحقيق هذا المشروع، ومن أين سيتم تمويله؟ وهل الفساد الذي دمر القطاع البيئي في العراق بشكل عام يسمح بإنفاق الملايين والمليارات لأجل المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الشخصية والحزبية؟ ولو كانت هذه الأحزاب التي تدعي الوطنية حريصة على مصلحة البلد، فلماذا إذن لا يزال مشروع زراعة 15 مليار شجرة متوقفاً منذ عام 2020؟ للسدود أيضاً دور في مفاقمة الأزمة المائية في العراق،
إذ تعتبر السدود التي تشيدها دول الجوار عاملاً مساعداً على تفاقم الوضع المائي في العراق وشحته، كما أدى ضعف القرار السياسي وغياب السيادة إلى تمادي دول مثل إيران على قطع مجاري الأنهر التي تصب في العراق وتحويل حصة العراق المائية إلى داخل أراضيها، مما أدى إلى تمدد اللسان الملحي والذي ينذر بكارثة بيئية ستفاقم معاناة محافظات شرق وجنوب العراق، بحسب وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني الذي هدد قبل عام من الآن إيران باللجوء إلى المجتمع الدولي في حال استمرار قطعها للمياه على العراق، لكن الوزير وحكومته لم يحركوا ساكناً منذ ذلك الوقت. فهل سيتحول العراق إلى أرض الجفاف؟ أم للوطنيين من أبنائه رأي آخر؟ مشاهدينا، استمعتم إلى هذا التقرير وما ورد فيه من حقيقة تهديد مباشر للحياة في العراق. طالما غابت المياه وطالما حدث التصحر في الأراضي الزراعية، إذن هناك تهديد مباشر للحياة بشكل عام، ليس فقط للإنسان، للنبات، للحيوان، لكل أشكال الحياة في العراق طالما غاب هذان العنصران المهمان. دعونا الآن مشاهدينا نستمع إلى آراء مواطنين عراقيين بالإضافة إلى موظفين حكوميين في دوائر معنية بقضية المياه وقضية الزراعة، يبدون آراءهم بشأن ملفي الجفاف والتصحر، ثم نعود. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لاحظنا بالفترة الأخيرة وجود عواصف ترابية، وهاي العواصف كلها بسبب التصحر اللي موجود بمحافظات العراق عامة. سبب هذا التصحر هو انعدام الزراعة، وبسبب شحة الموارد المائية. شحة الموارد المائية بسبب السياسات الفاسدة للحكومة، وبسبب عدم سيادة للبلد، والسياسة الخاطئة اللي اتخذتها وزارة الموارد المائية انه ألغوا الحصة المائية لمحافظة واسط والمحافظات المنتجة للزراعة وحولوها إلى محافظة ميسان. زين، محافظة ميسان هي أساساً أهوار الصب بشط العرب، أثرت سلباً وانعكست على واقع التصحر، وهو هذا أحد الأسباب الرئيسية التي أثرت أو يعني جعلت التباطؤ في معالجة هذا. ولكن هناك طرق يعني حديثة، ممكن الخبرات المحلية لدى الخبراء والمهندسين في اتباع طرق حديثة في الري، زراعة النباتات المقاومة للظروف الجوية، زراعة الشتلات والأشجار الصحراوية، أكثر من طرق ممكن تتبعها إذا توفرت السيولة المالية ودعمت الحكومات المحلية ووزارة الزراعة والموارد المائية من أهم مفاصل الدولة المعنية بهذا الأمر للتصدي. نأمل أن تكون هذه الخطوات جادة على أرض الواقع، ومن الله التوفيق. محافظة واسط طبعا هو هذه المشكلة مشكلة عامة، مثل ما تعرفون أن العامل الأساسي للزراعة هو الأرض والمياه، فما ما توفرت هذه العناصر كان هناك زراعة وكان هناك قطاع نباتي. في الفترة الأخيرة لاحظنا أنه والمشكلة تكون عامة أنه قلة الأمطار خاصة لهذا الموسم الزراعي 21-22، وكذلك قلة الإيرادات المائية من دول الجوار أدى إلى انحسار الزراعة، بحيث أنه الخطة المنفذة لهذا العام انخفضت بنسبة 50%. كل هذه العوامل المجتمعة أدت إلى ظهور أراضي جرداء تصحر في أغلب مناطق المحافظة، يضاف إلى ذلك قلة مشاريع الأحزمة الخضراء. ومن أجل القضاء على هذه الحالات يجب توفير مبدئين أساسيين. المبدأ الأول المبدأ الفني، يتضمن توفير الحصص المائية واتباع طرق حديثة بالإرواء ونشر مشاريع تقنيات الري الحديثة بنطاق واسع في محافظة واسط، إضافة إلى إطلاق الدعم المالي لتنفيذ مشاريع الأحزمة الخضراء. وأيضا يجب التأكيد على دعم الفلاح لزراعة أكبر مساحة ممكنة. المشكلة بالدرجة الأولى تكاد تكون خارجية، يعني خاصة من هناك قلة الإيرادات المائية من الدول الجوار وخاصة من الجانب الإيراني، حيث أن هناك 17% من الواردات المائية
تدخل عن طريق الجانب الإيراني. في السنوات الأخيرة تم تحويل مجال الأنهر إلى داخل الأراضي الإيرانية وانحسار الإيرادات المائية، إضافة إلى قلة الإطلاقات المائية من الجانب التركي. والسبب الآخر والمهم قلة الأمطار في السنة الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة موضوع التصحر هو يعتبر من أهم المواضيع الواجب النظر فيها، وخاصة خلال هذه الفترة، لأنه تداعيات التغييرات المناخية التي تحصل حاليا على العراق هي تداعيات كبيرة جدا وآثارها واضحة، وكان من المتوقع أن تظهر هذه الآثار في نهاية عام 2030 أو 28 في أقل أو أقرب تقديرات، لكن واقعا ظهرت هذه الآثار خلال العام الماضي وخلال السنة، وما نلاحظه من عواصف غبارية مستمرة خلال هذه الفترات كلها لها أسباب، وهذه الأسباب هي مشخصة، منها بشرية ومنها طبيعية، على الرغم من أن هذه العواصف الترابية هي عواصف أقليمية وأغلبها أقليمية، وكذلك وجود بعض البؤر المحلية التي تزيد من كثافة هذه العواصف الترابية. الواجب اتخاذه من قبل الحكومات المحلية ومن الدوائر المختصة وكذلك الوزارات المختصة مثل وزارة الزراعة والهيئة العامة لمكافحة التصحر، والذي يقع على عاتقها الجزء الأكبر من الحلول في هذا الجانب، هو زيادة المساحات الخضراء وكذلك العمل على توفير الأحزمة الخضراء وكذلك توفير الساحات الموجودة أو زراعة وإدامة الساحات الموجودة والمخصصة من قبل البلديات داخل الأقضية والنواحي، فضلا على الاستخدام الأمثل واستخدام تقنيات الري الحديثة، لأنه الموضوع القادم هو شحة المياه التي مستقبلا يعاني منها البلد، فيجب وضع الخطط الاستراتيجية والتنموية لهذا الموضوع من أجل إيجاد الحلول الناجعة والتخلص من هذه الظاهرة السلبية. الدولة مقصرة، دولتنا مقصرة، ماكو توعية لا بالوقت الحالي ولا بالوقت السابق، ماكو توعية في كل المجالات مو فد الزراعة. احنا اصلا عندنا احزاب مسيطرة على الحكومة، ماكو كل جدية، مجرد احزاب مافيات نهب وسلب، هذا الموجود بالعراق، ماكو كل جدية. نعم ماكو فساد في مفاصل الدولة كلها، والحلول ان شاء الله موجودة، حزام اخضر خارج المدن العراقية وداخل المدن، رغم ما اكو قبل يومين صارت حملات تسجيل، بس هذا مو كافي، مو كافي في الفترة الحالية. على الحكومة أن تكون جادة في موقفها تجاه المياه، لأن حاليا نواجه خطر جدا هو خطر المجاعة والعطش. على الحكومات المركزية مواجهة الحكومات التركية والإيرانية بتخصيص المياه المطلوب إلى العراق بشكل كامل، وعليها أن تكون جدية بهذا الأمر، لأن هذا الأمر حاسم وراح يقلل المصير، هذا راح ينهي العراق اذا ظل باستمرار. على الحكومه ان تكون جديه بما تفعله من اجل شحه المياه، وعليها اخذ حصه العراق بالكامل من الدول المجاوره. فعلا الحكومه عاجزه، لان الحكومه اكثريتها متحزبه، لا يفكرون بمصالح الشعب، لا يفكرون فقط بمصالحهم الشخصيه، ابتعدوا عن مصالح الشعب واهتموا بمصالحهم الشخصية، لا يحاولون بجدية النظر في هذا الأمر. هذا الأمر جدا خطير، لم نواجهه راح يصير أشكال بينا، خاصة التصحر وقلة المياه من الحكومات المجاورة، وعلى الحكومة أن تأخذ جديتها بهذا الموضوع، وأن لا، وإذا كان ليس لديهم حلول عليهم أن يخرجوا من الحكم ويضعون أشخاص جديرين بالثقة، لكي لا نواجه هكذا أزمات في الأيام المقبلة. مشاهدينا الكرام، كما قلنا لحضراتكم، كانت هذه مجموعة من آراء بعض المواطنين وكذلك بعض الموظفين الحكوميين بشأن أزمتي الجفاف والتصحر. هذه الأسئلة التي ستظهر الآن على الشاشة أمام حضراتكم هي أسئلة الحلقة لهذا اليوم، بإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عليها كما تظهر الآن على الشاشة. هل مشكلة العراق مائية أم المشكلة بملف إدارة المياه؟ وأيضا كيف يمكن حل أزمة التصحر في العراق ولا يوجد دعم للفلاح ولا مشاريع تنهض بالقطاع الزراعي؟ لدينا أيضا ضمن الأسئلة بالنسبة للمتصلين، هل تعتقد أن الطبقة الحاكمة في العراق تنظر إلى مشكلة الجفاف والتصحر بجدية؟ ولماذا لا توجد توعية للمواطن العراقي بأهمية الزراعة؟ هذه من الأسئلة
التي نرغب منكم أن تشاركوا لي الإجابة عليها. نبدأ باستقبال الاتصالات، ويانا أول اتصال حسين من البصرة، تفضل يا حسين. السيد حسين من البصرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر قناة الرافدين الفضائية صوت الوطن العراقي، نشكر القناة الفضائية الرافدين، الله يوفقكم. الله يسلمك، حياك الله. طالب من الحكومة العراقية تنظر إلى هذا الشعب المواطن العراقي من 2003 صار لنا 20 سنة لا خدمات لا كهرباء لا تطور، عندنا تعيينات واقفة على الموازنة، إقرار الموازنة ماكو، والسنة خلصت انتخابات سنة 2011 لهذا يومك راح ندخل في الشهر السادس. نعم. صار تقريبا 8 اشهر ماكو تشكيل حكومة عراقية. إلى متى يصل هذا البلد الرافديا؟ نعم. سيد حسين، طرحنا مجموعة من التساؤلات، أرجو من حضرات الأخوة الزملاء أنه يعرضوها مرة ثانية حتى يشوفها السيد حسين وأيضا بقية المشاركين الكرام. المشكلة برأيك يا حسين، المشكلة مشكلة مياه لو مشكلة بمن يدير ملف المياه في العراق؟ يم الحكومة هاي اتفاقية الحكومة والعراقية. نعم، ماي أول مرة ماكو ماي هيك، والعواصف الترابية هاي تضرب العراق. نعم. طيب، احنا نطالب من الحكومة العراقية تشكيل حكومة إن شاء الله بيطور هذا البلد إن شاء الله. هل ذول اللي دي يحكمون العراق يا حسين صار لهم من 2003 لليوم قدموا شيء يستحقون ان هم يتواجدون اكثر في الحكومة؟ المواطن العراقي ما قدم شيء انه الخيرات تطلع من بلد العراق، خارج العراق تطلع. طيب، انا اشكرك يا حسين. نعم، وصلت الفكره. ويانا ابو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عزيز، طلع هسه واحد بالقناه بالفيديو اي يقول جوا دول الجوار، هي مو دول الجوار، دول الدمار للعراق. هم يقولون هسه يقول حكومه. نعم، حكومه ولا يوجد دعم للفلاح، هم يدمرون العراق. فين التركي يقطع المي باي حق؟ كان قبل 2003 ايران، قبل 2003 تقطع مي؟ ما تقدر تقطع مي، بس هسه هذول الموجودين بالحكومه وبالسلطه هم كلهم تابعين التركي الايران الامريكا الاسرائيل. زين، هو شلون كذا؟ هو من على يد القسم، وين على يد القسم؟ يروح يد القسم بايران؟ لان ما يعمل بصوره صحيحه بالعراق. كله طيب. العكس يعمل بالعراق، لدمار العراق. طبعا احنا بعد شوي حنتناقش قبل فتره سيد ابو عبد الله، بعد شوي حنتناقش بشكل مفصل عن المشاكل اللي يواجهها العراق بقضيه السدود وقضيه المياه، لكن يعني بحسب تصريح وزير الموارد المائيه الجانب التركي، نعم هو يقوم ببناء مشاريع السدود على نهر دجله، نهري دجله والفرات في داخل تركيا، لكن بحسب وزاره الموارد المائيه الجانب التركي متعاون مع العراق، ويعني عندما تطرح قضية المفاوضات يكون هناك قبول من الجانب التركي وجلوس على طاولة واحدة، لكن إيران بحسب الجانب العراقي أيضا وبحسب وزير الموارد المائية إيران قطعت المياه تماما عن العراق، حولت مجاري الأنهر داخل الأراضي الإيرانية، أنشأت أكثر من 8 سدود، حولت اليوم وبعد شوية حنشوف بحيرة مثل بحيرة حمرين يعتاش عليها 70% من أهالي محافظة ديالى، على هذه البحيرة حولتها إلى أرض قاحلة، إلى طريق بري لمرور السيارات، بعد شوية حنشوف. طيب ليش ماكو تحرك من قبل الحكومة لتدويل القضية، قضية قطع إيران للمياه؟ تقدر تسأل هذا وزير الموارد المائية، شهادته صحيحة؟ هل عنده شهادة صحيحة؟ هل شهادته من أي جامعة ماخذة؟ من أي كلية ماخذة؟ تقصد الشهادة الدراسية لو شهادته في هذا الموضوع؟ شهادة دراسية من ماخذها؟ وإل من تابع ولي حزب؟ نعم. وإل من موالي؟ موالي للعراق أو خارج العراق؟ نعم. كذي هيك. أنت برأيك بعيداً عن انتماءات هؤلاء، هل تعتقد بأن الذين يتولون السلطة اليوم في العراق
جديرون بإدارة ملف خطير مثل ملف الموارد المائية أو ملف المياه بشكل عام؟ جديرون بالبوت مالهم يجيبهم الشخصية المصالحهم الشخصية يبوق ويمشي يطلع برا العراق. نعم. طيب شكرا يا أبو عبد الله. عندنا ناصر من بغداد، تفضل يا ناصر. أستاذ محمد حياك الله. أستاذ محمد، بخصوص موضوع التصحر. نعم. موضوع التصحر هو موضوع اقتصادي تخريبي. يعني تخريب متعمد. نعم. فتجف الأنهار ويصير عندنا تيبس في الأنهار من أجل أنه تقضي على الزراعة وعلى الموارد المائية. نعم. فأغلب المسؤولين الحزبيين فتحوا مصانع، يعني إحنا اللي نسميه مال مي، مسابح للأسماك. نعم. أحواض الأسماك. تحولوا المياه عدة، أستاذ محمد يجوز أنت بعيد على هاي الحالة، هو أحواض للأسماك تابعة للأحزاب. نعم. للأحزاب، فصار عملية تجفيف للبحيرات وللأنهر متعمد. اثنين، أكو تقصير حكومي. نعم. التقصير الحكومي يتمثل بوزارة الزراعة اللي متخصصة بالزراعة وموارد المالية المائية اللي توفر المياه للعراق. نعم. احنا تعرف العراق تربط دولتين مائية، تركيا عندها منبع دجلة والفرات، والإيران مبازل تصب العراق. يعني احنا كان يفترض انه لن دولتين من قنينة المي العراق يتخذ إجراءات، نوع الإجراء لا سياسي ولا عسكري اقتصادي. مثلا تحاول انه تقلل التجارة، تجارة تركيا تحاول تقلل التجارة بيننا وبين تجارة إيران في سبيل تصير وسائل ضغط على الطرفين، لكن هذا ما حصل أستاذ، هذا ما حصل نهائيا. ولذلك إذا تعين على نهر دجلة اليوم اليوم كنت بنهر دجلة، والله تستحي تقول هذا نهر دجلة. أو بعد شوية بعد شوية حأعرض مقاطع حتى واحد. نعم. من العراقيين دا يركض بنهر دجلة في منتصف النهر. نعم أستاذ، وأكو ناس دا يتمشون اليوم مشي عادي. نعم. يعني غايتهم أنه يزور رسالة للناس ترى الأنهر جافة. طيب أنا أشكرك أشكرك سيد ناصر، أعتذر منك طبعا، إحنا دا نحاول قدر المستطاع نأخذ بعجالة المتصلين لوجود كذا متصل ويانا. أبو أحمد من أمريكا، تفضل يا أبو أحمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شوية أريد أحيد عن الموضوع بالنسبة للتصحر. طبعا التصحر هو سبب السياسات الحكومة السابقة والموجودة حاليا. بس أنا لما شوية أريد أحيد عن الموضوع بحيث أنه لما مات هذا رئيس جمهورية الإمارات العربية المتحدة راح من عندنا السيد الرئيس برهم صالح. أي. وراح خميس الخنجر. وراح محمد الحلبوسي وراح مصطفى الكاظمي وراح رئيس حكومة كردستان. طيب. مسرور مدري شو اسمه. طيب. زين، هو الدول أصلا متعارف دبلوماسيا إنه يا ما تبعت برقية تعزية أو واحد من عندنا يروح. طيب. واحد من عندنا. القصد من هاي القصة. القصد من هاي القصة إنه هذه كلها فلوس العراق. كل واحد راح بطيارة. السيد. نعم. السيد خميس الخنجر شفته ذاك اليوم أنت. بالتلفزيون طلعوا مقابله وياه، هو كان مهرب مع الغنم. طيب يعني انت تقصد يا سيد ابو احمد، انت تقصد بانه هذه الزيارات هدر للمال العام، فخفخه ما لها داعي مثل ما يقال محليا، صرف من ميزانيه الدوله والعراق بامس الحاجه لهي الاموال، مو تمام؟ استاذ محمد الحلبوسي راح طبعا. لا كلامي يعني كلامي صحيح هسه هذا قصدك؟ اي. طيب انا اريد من حضرتك تعليق أستاذ أبو أحمد، أريد من حضرتك تعليق على موضوع التصحر أو الجفاف، اختار القضية اللي تريد تطرحها، أريد رأيك حتى ننتقل إلى أيضا أخوة متصلين ينتظرون. برأيك هل يمكن حل أزمتي الجفاف والتصحر بالعراق طالما وجدت هذه الأحزاب؟ أي نعم نعم. شلون؟ شنو هي الآلية؟ الآلية أنه يغيرون طريقة السقي والمحاصيل، مو ينقصون 50% من المساحة الزراعية الصالحة. نعم. للزراعة. لا أنت يعني حضرتك فهمت سؤالي خطأ. الآلية وطريقة التنفيذ والحلول موجودة هسه وقبل، لكن أنا أقصد التنفيذ، هل تعتقد بأن التنفيذ قابل للتحقيق
في ظل وجود من يحكمون العراق اليوم؟ لا، مو غير قابل. ما دام هذول الأحزاب موجودين بالسلطة لا يمكن أي مو بس المي، الكهرباء والماي والغاز وصلت يعني وصلت الفكرة. أبو أحمد أنا أشكر حضرتك، شكرا جزيلا، كنت معنا من أمريكا. نأخذ عادل من النجف، تفضل يا عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خويا، هذه سبب انقطاع المياه بالعراق بسبب الأحزاب الحرب، هذه الموالية إلى إيران كاملة هي المسؤولة، أضافة إلى حكومة الكاظمي والحكومات اللي سبقته، هم وراء انقطاع هذا المياه وجفاف أغلب الأراضي الزراعية. نعم. من شوف تعداد هذه المشاكل والأحزاب هذا إلى إيران، هي سبب واقع الجفاف وانقطاع المياه بشكل كبير في العراق. يعني وزير الموارد المائية سيد عادل، وزير الموارد المائية يقول بأن إيران قطعت الأنهار ومجاري الروافد وغيرها إلى عن العراق، وقال بأنه قامت بتحويل مجاري الأنهار داخل الأراضي الإيرانية وأنشأت 8 سدود أدت إلى موت بحيرة حمرين، جفافها تماما أو شبه كامل جفاف لبحيرة حمرين. الوزير هدد قبل سنة باللجوء إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن بخصوص قطع إيران لحصة العراق المائية. طيب، لغاية الآن إيران لا تزال قاطعة المياه، ولغاية الآن الوزير لم يدول القضية. شلون حتنحل مشكلة العراق ويا إيران بقضية المياه إذا ماكو اللي يتحرك؟ عادل؟ ألو، سمعتني يا عادل. ايران ايران لم باتجاه الاراضي العراقيه، لو حتى لو هذا الوزير الموارد المائيه يشتكي عند الامم المتحده حول ما قطعت ايران المياه باتجاه العراق، ايران لا راح لا تلتزم، تبقى توضح هذه السدود على الانهار القادمه نحو العراق. شكرا يا عادل. اخر متصل قبل ان ننتقل للضيفه، ويانا ابو مروه من كربلاء، تفضل يا ابو مروه. السيد ابو مروه من كربلاء ما موجود. اذا المشاهدين الكرام، نستقبل الان الدكتوره سعاد ناجي العزاوي، الاستاذ المشارك في الهندسه البيئيه. اهلا بك دكتوره. اهلا وسهلا. اهلا استاذ محمد عصام، الله يسلمك. دكتورة، بداية السؤال اللي نفتت حوي حضرتك هو، هل تعتقدين أن أزمة العراق أزمة مائية أم أزمة في من يدير ملف المياه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة احنا يعني هو عندنا أزمة مائية، وعندنا أيضا في نفس الوقت خلل في إدارة الأزمة المائية. نعم. الأزمة المائية يعني برغم أنه الكثير يقول هذا التغير مناخي، ولكن هو في الحقيقة نتيجة بناء حدود 100 سد في كل من تركيا وإيران، والآن التحقت معهم كردستان العراق أيضا. يعني بنت سدود خارج موافقة الحكومة المركزية. كم سد دكتورة؟ في 100 للكل، وفي كردستان 14، يعني وعندهم موافقات حتى يبنون 43 سد إضافي. 14 سد خارج عفوا المقاطعة، لكن 14 سد غير قانوني في كردستان؟ ليس كلها، ولكن معظمها خارج موافقات الحكومة المركزية. تفضل يا دكتور. واقع الحال كان العراق يستقبل 80 مليار دجلة والفرات، 80 مليار متر مكعب بالسنة. بعد بناء سدود يعني مشروع الجاب أو جنوب شرق الأناضول وسدود على روافد دجلة أصبحت أقل من النصف الآن. يعني إحنا عندنا مشكلة كبيرة. متوقع من الجهات العلمية اللي هي يعني اللجنة المشتركة في وحدة المعلومات والتحليل المشترك في الأمم المتحدة، نبهت
أن كمية المياه التي ستدخل العراق بعد عقد من الزمن راح تكون ربع الكمية، يعني بحدود 20 إلى 25 مليار. نعم. وهذا أصلاً كارثة، يعني بالإضافة إلى أن شط العرب كان يصل له من الكارون والكرخة اللي تنبع من إيران كان يصل 30 مليار متر مكعب بالسنة. نعم. والآن لا يزيد عن مليارين، لأنه إيران في 17 سد حجبت مياه الكارون. فإذا أنت حضرتك الشق الثاني من، يعني عندنا مشكلة، عندنا مشكلة أساسية. كانت حصة الفرد من المياه العذبة في العراق في السبعينات 2400 متر مكعب بالسنة الفرد، يعني هذا يشمل كل الاحتياجات الشرب والمي والاستحمام وكذا. الآن إحنا حصة الفرد 870، يعني في عام 2018 870 متر مكعب بالسنة، يعني ثلث الكمية. ثلث الكمية، نعم. شحة المياه عالميا هي، يعني لما تكون لما تقول انه في شحة في هذا البلد هي 1000 متر مكعب، يعني احنا الان من ضمن الدول التي يسجل فيها شحة المياه. هل تستطيع هذه الحكومة؟ راح اقرا لك جزء من تقرير منظمة هيومن رايت ووتش في 2013 لما تسمى 120 ألف مواطن بصراوي بالمياه نتيجة تلوث شط العرب من الحقيقة، يعني من مختلف الأسباب، ولكن السبب الأساسي كان النفايات السائلة الزراعية والصناعية لإيران عملت لها، يعني صرفتها في مياه شط العرب. فاعتبرت المنظمة ومنظمات أخرى أن أداء الحكومة دون المستوى المطلوب، لأنها تواصل السماح للأنشطة الملوثة، عدم تنفيذ المشاريع الحكومية الموعودة لتحسين وضع المياه في العراق. نوعية المياه سيئة بسبب سوء الإدارة والفساد. أساءت السلطات بالشدة إلى الموارد المائية العراقية، درجة أن الأنهار والقنوات المياه العذبة لا تضخ مياه كافية وذات نوعية جيدة، والحكومة ضعيفة ويعتريها سوء الإدارة. طيب يعني دكتورة، هنا نقطة، هل مشكلة العراق مشكلة في أن دول الجوار تقوم ببناء وإنشاء سدود، لو هي مشكلة قديمة حتى قبل الاحتلال، لو المشكلة في من يدير القرار السياسي؟ العراق بلا سيادة يسمح لإيران مثلاً، أو ترك إيران على سبيل المثال، أن تقوم بإنشاء سدود وتحول مجاري الأنهر داخل أراضيها. وطبعا إحنا مشكلة العراق مع تركيا بحسب الحكومة أنه المشكلة قابلة للحل، وهناك قنوات نقاش وقنوات حوار ما بين الجانب التركي، لكن إيران حتى تمتنع عن الحوار. برأيك دكتورة، المشكلة بالسدود والدول الجوار، لو المشكلة بينا إحنا؟ هي الحقيقة المشكلة ثلاث يعني عوامل. أولا السدود، لأنه هذه كثيرة على نهرين، يعني 100 سد، يعني this is too much. فالمشكلة في أولا في السدود. ثانيا مثل ما تفضلت، هنالك يعني تغيرات مناخية تقلل من هطول الأمطار في العراق وفي حتى دول الجوار. وثالثا موضوع غياب القرار السياسي الحكيم والحكومة الحقيقة، الجهات التي تستطيع أن تحل المشكلة بالتعامل مع العاملين اللي يعني الأول والثاني. فهنالك مشكلة، يعني هذه الثلاث مشاكل هي معقدة. بالنسبة إلى الحكومة التركية، لو هي تريد تتعاون فعليا وإيران أيضا، تعقد اتفاقية تقاسم مياه الدولية المشتركة. يعني التعاون ليس يجيني وفد وأكرمه للوفد وأطلق شوية مياه، هذا ليس، يعني هذا ليس تخطيط استراتيجي حقيقة. وكان الأجدر بالحكومات الإيرانية والتركية أن تتعامل مع موضوع السدود قبل بنائها، وهذا هو القانون الدولي حقيقة، أن قبل البناء السدود في الأنهار الدولية يجب أن تتفاوض مع دول مجرى النهر والمصبات، وهذا لم يحصل لا في إيران ولا في تركيا. طيب نقطة هنا دكتورة، عفوا المقاطعة، إذا جينا نعطي مثال، أنا حقيقة يعني أود أن أأتي للقضية السدود من جانبين.
نعطي مثال عن طريقة التعامل بين دولتين. سد أليسو حضرتك تعرفين أنه من عام 1997 هو الفكرة طرحت، والهدف هو إنعاش مناطق جنوب تركيا في سبيل توليد الطاقة الكهربائية وما إلى ذلك. هذا السد قبل أن يتم ملأه أطلقت تركيا بحسب التصريحات الحكومية خطابات ورسائل أرسلت إلى بغداد في سبيل إخطار الجانب العراقي أنه استعدوا سنقوم بمرحلة الملء، لكن بحسب أيضا الرد التركي أنه لم يأتي أي استجابة من الجانب العراقي، وبالتالي تركيا في النهاية هي بلد تبحث عن مصلحتها، قامت ببناء السد. بحسب أيضا خبراء يقولون بأنه التوربينات المسؤولة عن عملية توليد الطاقة الكهربائية تقوم بضخ المياه في المقابل في سبيل أنه هي تعمل، يجب أن تضخ المياه إلى الجانب العراقي، هذه آلية عمل التوربينات من أجل توليد الكهرباء. لكن فكرة أن يتم قطع المياه بحد ذاتها، هذه الفكرة كيف تسكت هذه السلطة أو من يحكمون العراق عن خطورة ملف بهذه الصورة أنه يتم قطع المياه وتحديدا من الجانب الإيراني عندما نتحدث؟ يعني هو الموضوع حقيقة متشابه في البلدين. طيب. يعني هو ما ننتظر احنا السيد أليسو ينبني، المفروض قبل البناء يتم الاتفاق مع اتفاقية، عقد اتفاقية وليس اتفاق في محاضر، وكذلك بالنسبة لإيران قطع المياه بالنسبة لإيران، ولا حتى الآن انت حضرتك تتحدث تقللت المياه سواء من تركيا من إيران اللي تتفضل به، صحيح أنه هنالك روافد قطعت تماما مثل السيروان تم تحويل مياهها بنفق نوزود، يعني النهر كله حولوه بيوتيرن دخلوه إيران، وهذا أصلا خلافا لكل مقررات مؤتمر قمة الأرض والقانون قانون المياه وصيانة الأنهار. يعني هذا حقيقة ما يجري الآن في هذه في الحوضين. هو مخالف لكل البروتوكولات والأعراف الدولية. يعني النهر هو سيستم أحيائي مهم، يجب أن لا يحق لأي دولة أن تقطع مياهها، يجب أن يجري من المنبع إلى المصب. طيب دكتورة، هناك نقطة مهمة للغاية الآن نصلها، وهي نقطة الحلول أو سؤال الحلول. حضرتك تفضلتي بالمحاضرة الأخيرة التي طرحتيها عن السدود وكيفية الاستفادة من هذه السدود، وأن العراق لا يحتاج إلى كثير من السدود في سبيل التنمية لغاية عام 2035، تمام؟ لكن ما الحلول التي يجب أن تتوفر الآن في سبيل إنقاذ العراق من أزمتي الجفاف والتصحر؟ يعني حقيقة إحنا ننظر لواقع الحال البائس اللي يعني مجمل الحكومة لم تستطع أن تتعامل معه لحد الآن بشكل احترافي جيد حقيقة، ولا تناور ولا عقدت اتفاقيات، ولذلك أمام هذا الوضع البائس إحنا ننظر إلى الدول اللي فيها تقريبا تصحر مثل دول الخليج كيف يتعاملوا مع موضوع المياه حقيقة. يعني فلذلك الحلول هي يعني أولا عقد اتفاقية تثبيت الحصص المائية للعراق وليس وعدم جعلها حسب الأمزجة والشخصيات، يروح وفد يكرموه يسكنوا فنادق يودوا مطاعم ويتنازل عن حصص هذا لا يجوز. يعني هنالك بروتوكولات يتم توقيعها بين تركيا والعراق وإيران والعراق، إيقاف الهدر في استخدامات المياه لأنه مثبت على العراق أن عنده هدر بحدود 30 إلى 40% باستخدامات المياه للأغراض الزراعية والأخرى. إنجاز مشاريع الري اللي بدأت أصلاً من العهد الملكي وتوقفت بعد الاحتلال، معظم مشاريع الري اللي يعني بالستينات سبعينات ثمانينات تمرت توقفت بالحصار معظمها، والآن يعني المفروض كانت تتكامل هذه المشاريع لأنها تقنن استخدامات المياه. أهم من هذا كله سن قانون تنمية استخدامات وصيانة الموارد المائية المستدامة في العراق، قانون صارم يجب أن يكون. لا يتم التجاوز على الحصص المائية بحجة هذا فلان وهذا فلتان وهذا عنده مزارع سمك وهذا عنده بما يحقق الاستخدام الأكفأ والأمثل لما تبقى
من موارد العراق المائية العذبة. نعم. تنمية استخدامات المياه الجوفية. نعم. يعني احنا عندنا بحدود 5.5 مليارات بالسنة متر مكعب بالسنة مياه جوفية يجب تنميتها والاعتماد عليها، تنظيم العلاقة مع اقليم كردستان وتحديد التوسع في إنشاء السدود. يعني ما معقولة بلد، يعني هذا إقليم كردستان هو جزء من العراق، جزء نعم. من بلدنا، المفروض هم بكيفهم يشتغلون حقيقة. نعم. والآن متفقين مع شركة صينية 4 سدود كبيرة يبنوها، والحكومة العراقية ما موافقة حتى على بناء هذه السدود الجديدة. فلذلك هذه الاستثمار في تقنيات تحلية المياه. نعم. فإحنا عندنا مياه البزل ما كثير الأملاح بيها، يعني عالية جدا. السعودية والخليج يسوون طيب. تحلية البحر اللي هو 40,000 جزء بالمليون الملوحة مالته. نعم. مياه البزل مالتنا ما تتجاوز 5,000 جزء بالمليون من الأملاح، فلذلك ممكن أن يتم تحليتها وإعادة استخدامها. طيب. أهم شيء حملة توعية أو ثورة ثقافية، لأنه إحنا الفرد العراقي لا يزال حقيقة يعني يهدر بالمياه، المياه عذبة، يطلعون يغسلون بها سياراتهم. نعم. يغسلون الطرامي خاصة بأيام العواصف. طيب. وهذا لا يجوز. دكتورة حصاد المياه بالوديان، ويعني هنالك الكثير، هناك الكثير من نعم. الإجراءات من الممكن أن يتخذها العراق لو كانت هنالك يعني رغبة وطنية ملحة في إنهاء مشكلة يعني جفاف العراق وتصحره. دكتورة يعني أنا حقيقة أنا بودي أنه يستمر الحديث مع حضرتك، لأنه الحديث قيم جدا، لكن مثل ما يعني اتفقنا الوقت ضيق للغاية، وأنا جدا أعتذر. أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة سعاد ناجي العزاوي، الأستاذ المشارك في الهندسة البيئية، شكرا جزيلا لحضرتك لتشريفك لنا. يعني الآن نكمل أخذ اتصالات ويانا خالد من بلجيكا، تفضل يا خالد. سيد خالد من بلجيكا موجود؟ نعم. تفضل يا خالد حياك الله. مرحبا. أهلا وسهلا. حقيقة دكتورة سعاد يعني ما تركت لنا مجال أن نضيف شيء ما شاء الله. لا أنا عندي سؤال. طيب ما دام هيك شيء أنا عندي سؤال لحضرتك، هل تعتقد بأن كل ما تفضلت به الدكتورة سعاد قابل للتحقيق في ظل أو التحقق في ظل وجود هؤلاء الذين يحكمون العراق؟ إجابة مختصرة لا طبعا. شلون إذن على الأقل على الأقل كيف يمكن توعية المواطن العراقي في سبيل أن ينظر إلى خطورة وجدية ملف التصحر والقضاء على الأراضي الزراعية الذي يحصل الآن، وملف الجفاف والترشيد بالاستهلاك؟ شلون يمكن توعية المواطن؟ طبعا دكتورة سعاد ذكرت الحلول السياسية الخارجية والمؤتمرات مع الدول الإقليمية، لكن الحلول الحكومية التي قد المفروض أن تقدمها الحكومة، كل الوزارات تشتغل، يعني وزارة الثقافة والإعلام تعمل على توعية الفرد المواطن على استخدام الماء وترشيده بطريقة صحيحة. نعم. عندنا ملف اللي مسؤولة عليه وزارة الزراعة والمياه. نعم. يعني أن تدير ملف الأراضي الزراعية بشكل حاسم، ليس فقط على يعني وضع حلول على ورق، احنا نريد حلول على الأرض الواقع. طيب. يعني منع الرعي العشوائي، هذا المنع العشوائي للرعي اليوم قاعد نشوف رعي في وسط المدينة وسط المناطق المهيئة للزراعة. نعم. وليس للرعي. طيب. استخدام التقنيات الحديثة اليوم عندنا دول أوروبا يعني صنعت. نعم. تقنيات حديثة للعفو للري. نعم. ومنع قطع الأشجار، هذا القطع الممنهج. نعم. التي تقوم به جهات معينة، يعني احنا نعرفهم جيدا والشعب العراقي يعرفهم، لكن ما راح أذكرهم بالله. طيب أنا أشكرك سيد خالد، أعتذر منك، الوقت شارف على الانتهاء. ويانا أبو مروة من كربلاء، تفضل يا أبو مروة. نعم. شكرا أستاذ محمد، السلام عليكم. عليكم مشكورين. السلام ورحمة الله، حياك الله. وشكرا للأستاذة سعاد على هذا التقرير الوافي. كل اللي سمعنا من الأستاذة أنه أكو أزمة وطنية عند الحكومات المتعاقبة على السلطة. والله العظيم يا أستاذي، لو كان أكو واحد وطني
مفاوض عراقي عراقي فعلا. نعم. لما وصلنا لهذا الحال. نعم تركيا صاحت يا العراقيين تعالوا تفاوضوا، دولة تريد تبني سجود، لكن هل مقابل هذه الدولة أكو مفاوض عراقي يروح؟ لا ماكو. إيران كذلك، إيران لما تشوف هاي المحاذات والمدارات من قبل الحكومة العراقية والأحزاب بالسلطة فعليه هاي فرصتها أخي، هاي فرصة. اليوم 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 حرب المياه، لكنه هل احنا عندنا نمتلك الى مسؤولين وطنيين يحسون بمصالح هذا البلد؟ لا والله ابدا، وماكو حلول. الحلول بسيطه، لكن ذولا ما تطلع منهم حلول اخي. صار لهم 5 أشهر في كلام وسجال وجدال وروحوا تعال، تالي انتهوا للانسداد السياسي، ما سمعنا هذا المصطلح الجديد. فعليه يا شعب العراق لا تنتظر اي حل من هذولا، وبدينا الان بدينا نحصد النتائج يا اخي. نعم. نتائج الكوارث، احنا واخذوا كوارث يا شعب العراق من اوغاد. شكرا اخي العزيز. شكرا جزيلا سيد ابو مروه من كربلاء. مشاهدينا الكرام، بهذا اصل واياكم الى ختام حلقتنا لهذا الاسبوع من برنامج منبر الرافدين. كما اذكركم مشاهدينا بوسم هذا الاسبوع عطش العراق. أرجو من حضراتكم أن يتم التفاعل مع هذا الوسم في موقع تويتر. علقوا بما شئتم، اكتبوا ما شئتم، وضمنوا هذا الهاشتاج عطش العراق ضمن التغريدة من أجل أن تصل الرسالة إلى الجميع أن العراق يموت عطشا في زمن المليارات من الدولارات. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.